بعد غلق دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ها هو سمير وعائلته يعودون إلى زيارة منتزه الصبلات للترويح عن أنفسهم. لازم علينا تانيك نتخذوا الإجراءات بريمير دي شوز، لازم نلبسوا نحافظوا على نلبسوا الكمامة ونخلوا لا ديستونس بيناتنا كي نخرجوا هكذا المنتزهات، وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. فتحوا دوك لي صابلات صافي، كاين دراري وين يلعبوا كما نقولوا، كاين وين يجوزوا الوقت بارابور، كاين واحد لي بلاص ما كانش كاع وين يلعبوا ابار قدام الدار، صافي حاجه مليحه. وكما قال لك لازم كل واحد فينا يدير بافيت ويبعد على اخو، هذا ما كان نلعب واسعه مليحه الصابلات. الجانب التنظيمي كان في المستوى مع التزام المسؤولين بتطبيق الاجراءات الوقائيه خاصه مع التوافد الكبير للمواطنين. اليوم خذينا بعض التدابير، هناك لجنة النظافة ومتابعة الوباء لمؤسسة أوبلا، أعوان الأمن، أعوان الأمن الحضري، الحماية المدنية اللي راهم يرافقونا لتحسيس المواطن وإجبارية وضع القناع الواقي، الكمامة، التباعد الجسدي، احترام كل التدابير المتعلقة بالصحة العمومية. ليبقى الوعي هو السبيل الأمثل للحفاظ على سلامة المواطنين حتى زوال الوباء.